السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا وبناتنا طلاب الصف السابع، نواصل مع حضراتكم شرح منهج الرياضيات الفصل الدراسي الأول الوحدة الخامسة المجسمات والقياس. بند 5.1 تصنيف المجسمات. نعلم أبناؤنا الطلاب أن المجسمات، المجسم هو عبارة عن شكل ذو ثلاثة أبعاد، أي له طول وعرض وارتفاع. تشغل المجسمات حيزا من الفراغ. نلاحظ أن هذا السهم يشير إلى رأس، وهو عبارة عن نقطة تقاطع الأحرف. أما هذا السهم فهو يشير إلى وجه، وهو عبارة عن سطح مستوي للمجسم. أما هذا السهم فيشير إلى حرف، وهو عبارة عن خط تقاطع وجهين. نتذكر أيضا من هذا الجدول الذي أمامي وبه المجسم ورسم المجسم وخصائص المجسم. منشور ثلاثي قائم. قاعدة المنشور الثلاثي هي منطقة مثلثة. وخصائص هذا المجسم: له 6 رؤوس، وله 9 أحرف، له 5 أوجه، 2 منها مثلثة. منشور رباعي قائم هو عبارة عن مكعب، والمكعب الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع، وقاعدة المكعب على شكل منطقة مربعة. وخصائص المكعب: له 8 رؤوس، له 12 حرف، له 6 أوجه، كلا منها مربعة. المنشور الرباعي القائم الآخر وهو عبارة عن شبه المكعب أو متوازي المستطيلات. القاعدة منطقة مستطيلة، وخصائصه: له 8 رؤوس، وله 12 حرفا، وله 6 أوجه، كلا منها مستطيلة. أما المجسم الآخر فهو عبارة عن هرم ثلاثي، وهرم ثلاثي قاعدته على شكل منطقة مثلثة، وله الخصائص التالية: له 4 رؤوس، وله 6 أحرف، وله 4 أوجه، كل منها مثلثة. وهذه المجسمات جميعها مجسمات متعددة السطوح الجانبية. صنف الأشكال التالية: الشكل الأول وهو عبارة عن مخروط. أما الشكل الثاني فهو عبارة عن منشور ثلاثي قائم قاعدته منطقة مثلثة. أما الشكل الثالث فهو عبارة عن أسطوانة. صنف كل مجسم وأذكر عدد الرؤوس والأحرف والأوجه التي يحويها. المجسم الذي أمامي هو منشور ثلاثي قائم، لأن القاعدة هي عبارة عن مثلث أو منطقة مثلثة. عدد رؤوسه عبارة عن 6 رؤوس، وهي كالتالي المشار إليها بالسهم. أما عدد الأحرف فهو 9 أحرف، وعدد الأوجه به 5 أوجه، 2 قاعدتان وثلاثة أوجه جانبية. أما المجسم الآخر فهو عبارة عن هرم خماسي، لأن قاعدته على شكل خماسي، له 5 أضلاع. وبالتالي الهرم الخماسي عدد رؤوسه 6 رؤوس، عدد الأحرف 10 حروف، وعدد الأوجه 6 أوجه. البنود الموضعية: الشكل المقابل عدد أوجهه يساوي 7. نلاحظ أن هذا الشكل عبارة عن منشور خماسي، وبالتالي له 5 أوجه جانبية، مضافا إليه القاعدتين
ليصبح عدد الأوجه 7 أوجه، وبالتالي هذه العبارة عبارة صحيحة. الشكل المقابل يصنف بأنه متعدد السطوح. نلاحظ من الجدول السابق أن الشكل المتعدد السطوح أوجهه ليست أوجه منحنية، أما هذا السطح فهو الوجه له وجه منحني، وبالتالي هذا الشكل عندما يذكر أنه متعدد السطوح عبارة خاطئة. بند 5.2 مساحة السطح، القوانين الجبرية لمساحة السطح. مساحة السطح لمنشور طوله لام وعرضه ضاد وارتفاعه عين هي مجموع مساحات أوجهه. نلاحظ أن في هذا المجسم الذي أمامي به 6 أوجه، كل وجهين متقابلين متطابقين ومتساويين في المساحة، وبالتالي عند الحصول على المساحة السطحية لهذا المجسم نوجد مساحة الوجه الواحد ويضرب في 2، وبالتالي المساحة السطحية عبارة عن ضعف حاصل ضرب الطول ضرب العرض، مضافا إليها ضعف حاصل ضرب الطول ضرب الارتفاع، مضافا إليها ضعف حاصل ضرب العرض ضرب الارتفاع، نحصل على المساحة السطحية للمنشور. المكعب وهو عبارة عن شبه مكعب أبعاده متساوية، وبالتالي مساحة سطح المكعب عبارة عن 6 لام تربيع، أي مساحة الوجه الواحد ومضروب في 6 عدد أوجهه. مساحة سطح الهرم عبارة عن مساحة القاعدة مضافا إليها عدد الأوجه المثلثة المقصود بها الأوجه الجانبية ضرب مساحة سطح أي منهما، لأن الأوجه جميعها متساوية في المساحة. أوجد مساحة سطح كل مجسم. المجسم الذي أمامي هو عبارة عن هرم رباعي طول قاعدته 10 متر، وبالتالي أن المساحة مساحة الهرم الرباعي عبارة عن مساحة القاعدة وهي لام ضرب لام لأنه على شكل منطقة مربعة، مضافا إليها مساحة الوجه الواحد وهو عبارة عن منطقة مثلثة مضروبة في 4، لأن 4 أوجه الجانبية متساوية في المساحة، والوجه الواحد الجانبي هو عبارة عن منطقة مثلثة مساحتها 1/2 ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، وبالتعويض نحصل على المساحة عبارة عن 10/10 مضافا إليها 4 ضرب مساحة الوجه الواحد 1/2 ضرب 14. بإجراء عملية الاختصار نحصل على الناتج 100 ناتج 10/10 مضافا إليها 4 ضرب واختصار 1/2 ضرب 14 70، وبالتالي نحصل على 100 مضافا إليها 280، نحصل على الناتج النهائي 380 متر مربع. في الشبكة التي أمامي طول كل ضلع 2.1 سنتيمتر. نلاحظ أن هذه الشبكة لو تم تجميعها نحصل على مكعب، وبالتالي فأن المساحة لهذه الشبكة هي عبارة عن 6/λ/λ يساوي 6/2.1/2.1، نحصل على الناتج النهائي 24.1 سنتيمتر مربع. أوجد مساحة سطح شبه المكعب حيث لام وضاد وعين هي أبعاد شبه المكعب. الطول 3.1 سنتيمتر، وأما العرض 4 سنتيمتر، والارتفاع 2 سنتيمتر. نحصل على المساحة ضعف طول ضرب العرض مضافا إليها ضعف
طول ضرب الارتفاع مضافا إليها ضعف العرض ضرب الارتفاع. وبالتعويض عن الطول والعرض والارتفاع نحصل على الناتج الذي أمامي، وهو عبارة عن 53 صحيح واثنان جزء من 10 سنتيمتر مربع. البنود الموضعية، إذا كانت مساحة سطح صندوق هدية على شكل مكعب يساوي 54 سنتي، فأن طول ضلعه 3 سنتي. هل هذه العبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ قبل الحكم على العبارة صحيحة أو خاطئة، لابد من إجراء العملية الحسابية. مساحة المكعب هي عبارة عن 6 لام تربيع، وبالتالي 54 يساوي 6 لام تربيع. نحصل على معادلة بقسم الطرفي المعادلة على 6، نحصل على لام تربيع يساوي 9، وبالتالي جذر التربيع للطرفين نحصل على لام يساوي 3 سنتي. إذن العبارة هي عبارة صحيحة. بند 5.3، مساحة سطح الأسطوانة. نلاحظ أبناؤنا وبناتنا طلاب الصف السابع أن الأسطوانة عبارة عن مساحة سطح الأسطوانة عبارة عن مساحة القاعدتين العلوية والقاعدة السفلية مضافا إليها مساحة السطح المنحني، وبالتالي هي ضعف مساحة القاعدة مضافا إليها مساحة السطح المنحني. ونلاحظ أن القاعدة عبارة عن منطقة دائرية، وبالتالي مساحة الدائرة هي باي نقطة تربيع، يبقى إذن مساحة القاعدتين 2 باي نقطة تربيع. أما مساحة السطح المنحني عبارة عن محيط القاعدة ضرب الارتفاع، والقاعدة على شكل منطقة دائرية محيطها 2 باي نق. إذن المساحة المنحنية 2 باي نق عين، وبالتالي مساحة سطح الأسطوانة هي عبارة عن 2 باي نق تربيع زائد 2 باي نق عين. أوجد مساحة سطح الأسطوانة الموضحة بالشكل مستخدما القيمة التقريبية باي 3 صحيح و 14 جزء من 100. نلاحظ من الشكل أن طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة هو 5 سنتي والارتفاع 10 سنتي، وبالتالي القانون هو عبارة عن 2 باي نق تربيع زائد 2 باي نق عين. بالتعويض عن القيم المعطاة أمامي، 2 ضرب القيمة التقريبية 3 صحيح و 14 جزء من 100 ضرب نق تربيع نصف القطر 5، وبالتالي تربيع نق تربيع عبارة عن 25، زائد 2 ضرب القيمة التقريبية باي 3 صحيح و 14 جزء من 100 ضرب نصف القطر نق 5 ضرب الارتفاع 10. وبإجراء عملية الضرب نحصل على 157 مضافا إليها 314، نحصل على الناتج النهائي 471 سنتيمتر مربع. البنود الموضعية، مساحة سطح الأسطوانة الموضحة في الشكل المقابل تساوي 150 باي سنتيمتر مربع. نلاحظ أن المساحة معطاة بدلالة باي، أي لا نعوض عن القيمة التقريبية بالقيمة المعروفة لباي 3 صحيح و 14 جزء من 100 أو قيمتها الأخرى تساوي 22 على 7، ولكن مساحة سطح الأسطوانة هو عبارة عن 2 باي نق تربيع مضافا إليها 2 باي نق عين، وبالتعويض هيساوي 2 ضرب باي ضرب نق تربيع عبارة عن 25 مضافا إليها 2 ضرب باي ضرب نصف القطر 5 ضرب ارتفاع 10. وبإجراء عملية الضرب نحصل على 50 باي مضافا إليها 100 باي. إذن الناتج النهائي 150 باي سنتيمتر مربع. نحصل على عبارة صحيحة.
بند 5-4 الحجم وحساب الحجم. حوض أسماك على شكل شبه مكعب حجمه 27,000 سنتيمتر مكعب وعرضه 30 سنتيمتر وارتفاعه 10 سنتيمتر فأوجد طوله. نلاحظ أن حجم شبه المكعب هو عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، وبالتالي 27,000 اللي هي حجم شبه المكعب تساوي الطول غير معلوم رمزه لام، أما العرض فهو معلوم 30 والارتفاع معلوم 10. وبحل هذه المعادلة نحصل على 27,000 يساوي لام ضرب 300، وبقسمة طرفي المعادلة على 300 نحصل على لام هتساوي 90 سنتيمتر. أوجد حجم مكعب طول ضلعه 10 سنتي. نلاحظ أن حجم المكعب هو عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، ولكن الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع في المكعب، وبالتالي أن الحجم هو عبارة عن 10 ضرب 10 ضرب 10 يساوي 1000 سنتيمتر مكعب. البنودة الموضعية: مكعب حجمه 64 سنتيمتر مكعب، فأن طول ضلعه يساوي هل 3 أم 3 سنتي أم 4 سنتي أم 8 سنتي أم 32 سنتي. نلاحظ أن حجم المكعب هو عبارة عن لام تكعيب، إذن 64 تساوي لام تكعيب، وبالتالي الجذر التكعيبي لل 64 يساوي 4، إذن طول ضلع المكعب يساوي 4 سنتي، أو بمعنى آخر أن ما هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه 3 مرات نحصل على 64، إذن 4 ضرب 4 يساوي 16، 16 ضرب 4 يساوي 64 سنتيمتر مكعب، إذن الإجابة الصحيحة هي 4 ب.